سلام، القصة بدأت من هنا. شربنا قهوة وركبنا شدينا الطريق. وقفنا في واحد ستاسيون بقينا خالقين. ورجعنا شديناها بنعسة واحدة. حتى لواحد الجبل كيبان فيه المدينة كاملة من الفوق. الفجر كيأذن والبرد ديال بصح. فطرنا وأحسن حاجة تبدأ بها صباحك هي القرآن. احتراماتي الكبيرة لهاد السيدة اللي كيشطب الزنقة في البرد وفي الصباح. وكملنا طريقنا وصلنا أخيرا لأوزود. هنا كيبنيو الديور بالعود بزاف. واو، وصلنا للشلال. كان جو زوين بزاف وحتى الناس تما كانوا بشكال. ولكن اكثر حاجه نقدر نقول على هادشي هي عيني غيكونوا فرحانين بالجمال ديال الطبيعه. بنجب عقلي. ولكن بصح كان الجو زوين بزاف. هاد السيد هذا مفروح ولكن بشكال. والله سال الحياة السعيدة. بنادم كيرجع للطبيعة كيحس براحته بزاف. دابا غادي تبدا الاكسيون. مصدقاتش ناسا سير. اللي شاف شي يقول الله يسر. دابا غنبداو الكتب.
دخلنا من واحد البلاصة مضيقة خرجنا في عالم آخر. داكشي ديال ناس دونا جيوغرافي. غادي بواحد الكوكبة ديال أفارقة. هذا هو الأورغانيزاتور. لا ما بقاش أورغانيزاتور. أنايا بنادم كان كيعوم عادي ولكن غرق واحد فيهم. وهذا الإفريقي هذا تلعب حوايج وعشق. ألا رسول الله عجبني بزاف هاد الانستريمو، خصوصا ملي تقلب هاد الشعبي. ويلي ويلي بغينا نرجعو ما لقينا الطريق غير بزز وجانا الجوع بزاف. دزنا نتغداو. غادي دابا راجع للكار باش نمشيو لبيل الويدان. ايه فوالا احنا وصلنا. نخليو الدكه ديالها تيتوجد ويهود نغنم، ولكن كان البرد بزاف وما كناش هازين فوطه من الاخر. ودابا في طريق العودة مسخيناش زنزان خدام معايا بلوطا. بقينا خانقينا في الطريق. غربت الشمس وقربنا نوصلوا للكازن. بقيت كنفكر بزاف ديال الحوايج والانرجي الجديده اللي غنرجع بها للدار.
وخديت بزاف ديال القرارات وجوني بزاف ديال الافكار وانا سارح. يلا بيس ما فاملي، فلوق جديد ان شاء الله.